السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم، وكنتمنى مشاهدة الفيديو الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر حلوة فيروروشي في المنزل، لذيذة في المذاق، سهلة في التحضير، راقية في التقديم، وكل شيء كيبغيها كبار وصغار. هنا في مقلة تكون ثقيلة كنخليو المقلة حتى كتسخن، كنديرو واحد النار كتكون مهيلة، وكنحمرو الفستق ديالنا. هنايا كتكون الحبة هكا هكا مسدودة بحال هكا، فاش كيبدا كيتحمر هانتوما تشوفو كيبقى القشرة ديالو كتحل. هنا فاش يوصل هاد المرحلة نتاع القشرة كتبدا تحل كنعرفو الفستق ديالنا راه تحمر، ضروري نار تكون مهيلة. نفس الطريقة باش حمرت الفستق كنحمر حتى اللوز، النار كتكون مهيلة، المقلة كتكون ثقيلة. هنا كنخليو اللوز ديالنا كيتحمر ونوبة نوبة كنحركوه، إلا حتى كنبقاو كنشوفوه كيدير بحال هاد بحال كيدير ديك طق طق طق، تما كيكون تحمر. وهنا اللوز ديالنا ما خصناش نخليوه حتى يولي يعني يولي مغلوق في اللون، هكا كيكون الداخل ديالو واحد اللون ذهبي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر الشوكولاته في دماغي، انا راه مولفه دائما كنحضر الشوكولاته مباشره باش كندوبو في الكاسرون، ولكن بزاف ديال المتابعين كيقولوا لي علاش ما كدوبيش الشوكولاته في دماغي، يعني واش ما كيصدقلكش واش هذا؟ لا، انا غير هكا كمولفه فاش كنت كنخدم الكميات كبار ديال الشوكولاته، ندوب جوج كيلو ثلاثة كيلو كان كيجيني اسهل طريقه هي ديال المباشره فوق الاناء. ولكن كما كننصحكم في الفيديوهات اللي كندوب فيهم الشوكولاته غير تبعوا النصائح، حتى حاجه ما كتكون الحمد لله. هنا درت الشوكولاته، وضروري الشوكولاته ديالنا ما كنقطعوه هكا طروفا صغار، ما نخليوش الشوكولاته طرف واحد ونديروه يدوب. وهنا حتى الاناء اللي كيكون عندنا فيه الشوكولاته ما كنديروش ما كنوصلوش الماء، لا غير على البخار. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، ديك الزيت كتخلي لنا الشوكولا وكتعطيها واحد البريه كتكون زوينه. هنا دائما النار كتكون متوسطه او مهيله، هانتوما تشوفوا كيبدا كيدوب. هنا الشوكولاته ديالنا باش غادي نعطيوه ديك النكهه ديال الكاكاو، ديك الشوكولاته المر اللي يعني كيكون غالي ما كيقدرش الانسان باش يشريه، باش غادي نحصلوا عليه بودره الكاكاو المر. هنا تقريبا عندي معلقه مملوءه، هنا كنخلطو كيعطي واحد المذاق الشوكولا رائع. هنا كنخلطو حنا فوق النار الا حتى الشوكولات ديالنا غادي يبدا دابنا بزاف، هانتوما تشوفوا. هنا دابا كنطفي النار وكنخلي غير ديك الماء اللي كيكون في الاناء هو اللي عليه باش غادي يذوب لنا هاد الحبيبات هادو تاع الشوكولاته، هانتوما كتشوفوهم باقيين باينين غادي يذوبوا لنا. كنقبوا هاد الحكاكه هادي الدمطيشه اللي كانت قديمه، هاد العيون هادو اللي كيكونوا غلاط هما راه كيكونوا فيهم ثلاثة ديال هاد الطحانات هادو، حنا غادي نديرو الغليظة كاع فيهم. هنا غنديرو اللوز بعد ما تحمر وخلينا حتى برد، وهاد الباسطة هادي الباسطة راها معروفة شحال كتباع الوحدة، هادي كتباع بجوج دريال، هادي دو فاني، كاينة دو فاني كاينة دو كوك، كنقطعوها هكا طرفات وغادي نطحنوهم. هنا الباسطا واللوز ديالنا راهو ما كيجيو غير مهرمشين، ما خصناش يوليو على شكل بودر. هنا يمكننا نطحنوهم حتى في الخلاط الكهربائي داك اللي كيطحن اللوز يطحن كاوكاو، غير خصنا نخليوهم هكا حرش. هنا كنقطعو واحد المعلقه وكنهزو بها هكا الشوكولا ديال الدهن، كنهزو هاد النوازيط، هاد النوازيط بحال اللي تقشرات بحال اللي بقات بالقشره ماشي مشكل، كنزرعوها هكا
وضروري الشوكولا ديال الدهن ما نكونو جابدينها من الثلاجة، ضروري باش تكون باردة باش كتساعدنا على الخدمة. هكا كنبقاو بالمعلقة حتى كنشكلو واحد الكويرة. هكا هنا فاش كنشكلو هاد الكويرة غادي نديروها هاد البسطة واللوز، ويمكننا نخدموها حتى بيدينا. يمكننا كنجيبو القليل من الزيت وكندهنو الكف ديال يدينا وكنهزو هكا. ضروري ندهنو باش ما تلصقناش. هما بجوج ساهلين بحال بحال، كي درنا بالمعلقة كي درنا بيدينا. هنايا حتى هذه اللي كتكون فيها هاد الغلاف ديالها يعني ما مكشراش حتى هي كنديروها وكنجمعوها هكا. ضروري ما نغطيو الوسيط ديالنا وكنديروا هكا واحد الكريكيبه وكنحطوها في هاد البسطه واللوز. هنا اللي حضرناها كنحطوها في هاد البسطه واللوز وكنحاولوا باش نلبسوها، كنمسحوا يدينا باش ما تفدناش اللوز والبسطة، وكنحاولوا نكوروها هكا وكنقبطوا واحد البلاطو، كنديروا له بلاستيكه او الورق الطبخ واللي درنا لها هكا اللي فندناها كنحطو هنا. انتم تشوفوا القوام الشوكولات ديالنا خصنا يكون في هذا القوام هذا. هنايا راني درت 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه باش نحصلوا على هذا القوام هذا. ضروري كتكون التوبينه ديالنا وسط الكاسرونه اللي فيها الماء غليان. هنا هذا اللي شاطنا فين فندنا الكويرات ديالنا اللوز والبسطه. هنا غادي نزيدهم على هذا الشوكولات، غير الشوكولات ما خصوش يكون سخون بزاف كما قلت لكم، راه حنا غير كيذوبوا لنا ديك الطريفات صافي كنحيدوا الشوكولات على النار. هنا غادي نديروا هذا داكشي اللي كيبقى لنا كله كنديروه كنضيعوا والو. هنا كنخلطوه مزيان بعد ما كنخلطوه. ضروري الكويرات ديالنا فاش كنكملوهم كندخلوهم للثلاجة، الا حنا كنا بغينا نخدمهم في واحد الوقت قصير راه حنا غير كندخلوهم للمجمد تقريبا 10 دقائق 15 دقيقة كنخرجوهم، وكيمكننا نبيتوهم ليلة غير في الثلاجة. هنا كنهزو هاد الكويرات ديالنا كنديرولهم هكا نفاش كيبردو، واخا كنديرو هكا وحده على وحده ماشي مشكل. هنا ضروري الكويرات ديالنا ما يكونوا باردين، ما يمكنش يكونوا سخان ونديروهم في الشوكولات وكنديرو وحده بوحده. وحتى الا كتابو غزينا هكا شي وحده ولقيناها ديفورمات يعني ما بقاتش على شكل كره كنحاولو كنقادوها فيها هكا بيدينا. هانتوما تشوفوا يعني كتولي على شكل كويره ونديرو وحده بوحده، ما نديروش جوج وثلاثه في الاناء هنا ديالنا الشوكولاط. هنا اللي دوزناها كنهزوها كنحطوها هكا. هنا علاش خصنا نديروهم هما باردين؟ باش كي اولا فاش كيكون بارد كيهز لنا هذا الخليط نتاع الشوكولاط واللوز والباستا وكيلصق دغيا وكيعطي هذه الفورمه هذه اللي كتكون زوينه في القوام ديالها. هكا كنبقاو الا حتى كنكملوا الكميه كامله ديالنا. وضروري ما نديروا فرش واحد البلاستيكه بلاطو او ورق طبخ باش نحطوا عليه الحلوه ديالنا. هنا كنخليوه حتى كيبرد، الا كان الفصل سخون راه حنا كندخلوه للثلاجه، كان الفصل بارد راه يمكن نكتفيو به غير في المطبخ. هنا كيبقى لكم الاختيار، يمكننا نديرو في هاد الكويرطات هادو هاد الكؤوس هادو
نحلو الخليط هكا وكنديروه وكنحطوه، وكيمكننا نديروه حتى في الورق الالومنيوم. هذا الورق هذا الالومنيوم هنا تقريبا كنقطعو ما بين 12 سنتيم. وهذا القالب هذا الالومنيوم راه كيخلي لنا الالومنيوم كنحتفظوا عليه ما كيتخسرناش، وفي نفس الوقت فاش كنبغيو نقطعو كنقطعوه بواحد السهوله وكيتقطع لنا القالب. هنا هاد الورقه هذه كتسمارك على جوج وغادي نقطعها. هنا باش كنبغيو نديرو الرشه ديالنا هنايا ما كنديروش على هاد الورق هذا، الوجه هذا اللي كيلمع كنديروه على هاد الوجه هذا يعني الظهر ديالو. هنايا كنقطو زيرو رشي ديالنا وكنديروه هكا، يعني هاد اللي تحت ديالو هو اللي كنخليوه من الفوق، وهنا غادي نجمعو عليه الورق ديالنا. كنتأسف المقطع ديال المقادير التحدف لي. الآن أنا أعطيكم المقادير. عندنا 300 غرام شوكولاتة الأسود، عندنا 500 غرام شوكولا ديال الدهن، عندنا 200 غرام ديال الباستا، عندنا 70 غرام ديال الفستق أو نوازيت، عندنا 100 غرام ديال اللوز، عندنا 20 غرام ديال بودرة الكاكاو، عندنا 4 حتى 5 المعالق كبار مملوئين بزيت نباتية. الحلوة ديالنا هي وجبة راه حنا كنخليوها حتى كتبرد عاد باش يمكننا نحتفظو بها. كنديروها في واحد التوبينة وكنفرقو بالورق ما بين طبقة وطبقة، نحكمو لها الإغلاق ندخلوها للثلاجة راه كتجلس لنا من 20 يوم حتى لشهر بالنسبة لهذه اللي في الكويطات. اما هذه اللي في الالومنيوم كتجلس لنا واحد المده طويله. هنا حنا غادي نحلو، هانتوما تشوفوا القرمشه ديالها كيجي مقرمش، وحتى الشوكولاط يعني واخا كنحطو هكا في يدينا هانتوما تشوفوا ما كيطلقش. هنا هانتوما تشوفوا هاد الشوكولا ديال الدهن والباستا واللوز كيبقاو مقرمشين واخا كيجلسوا واحد المده طويله كتبقى القرمشه هي القرمشه. الكميه اللي حضرت اليوم راها عطاتني كيلو و 200 غرام، بالنسبه للقطع عطاتني 54 قطعه، والا كان صغير صغر من هذا راه يمكن له يعطينا حتى اكثر. بالنسبه للتكلفه، التكلفة تقام علينا 70 درهم. بالنسبة للقطعة واحدة ديرو روشي طاحت علينا 26 ريال. هكا كنتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء، وإلا عجبكم المحتوى بالقناة تخليو ليا جيم وشكراً.